السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم جديد فيديو جديد على قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال في احسن الظروف نتوما وليداتكم. مبروك عشركم باش ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديكم تشوفوا فين كيتباع بروتين بيكاسي تحت الطلب ديالكم، ولكن قبل نخليكم مع النتيجه ديال البروتين اللي من بعد شهرين. البنات شوفوا النتيجه، باقا غزاله وشعري ناط لي الخلفه وعاد شي قوه ولا غزال 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 غزال. شوفوا البنات الكثافه ديالو وباقي صحي. عرفتوا البنات طوال لي شعري، رجعوا للفيديو السابق وشوفوا شعري كي كان وكي ولا دابا. شوفوا البنات الخلفه كلها ناط لي، عرفتوا البنات غير يديروها راه واعر واعر. هنا بغيت نوريكم انا من مور البروتين، ماشي غير تقولوا زعما ديك يعني تفرحوا به ديك 6 شهور من بعد غيضر لكم يعني الشعر ديالكم. هنا البنات تحت الطلب ديالكم ديال بزاف ديال البنات اللي قالوا لي فين تقداو بروتين، راني بغيت نوريكم المحلات اللي خاصين اللي كيبيعوا هذا البرودوي هذا، اللي هما يعني محلات كوزميتيك، ماشي ديال اللي كيبيعوا المكياج ولكن كوزميتيك اللي كتقداو من عندهم اصحاب الصالونات الكبرى. بحال دابا هذا في وجده عندنا، هذا مرتضى معروف، كاين هنا في الروت من مراكش راه كيعرفوه البنات، كيبيعوا كما شفتوا معايا هنايا. ها هو يعني محل خاص يعني ببيع المنتوجات يعني التجميليه. هنايا كما شفتوا معايا غادي ندخل معاكم، غتسولوا اي محل ديال الكوزميتيك يعني هري كما كنقولوا حنا الكبير، كتقولوا له عطيوني بروتين بيكاسي كما شفتوا معايا هنايا. او في ستيب 1 وستيب 2 وستيب 3 هو هذا. يلا 150 مرتاده ياك؟ شحال؟ 13500. ها هو البنات 13500 كما شفتوا معايا هنايا، راه قال لكم 13005 درهم اللي هي 135 درهم. هنا هو هذا مرتضى كاين في الروت مراكش، راه معروف بزاف بالنسبه للبنات اللي كاينين في وجده. المهم هذا هو الفيديو ديالي، نتمنى يكون عجبكم خفيف ظريف، وترقبوا الفيديو الجاي غيكون فيه واحد الوصفه غزاله غزاله، روتين جديد كيحمق عمري ما شفتو في اليوتيوب. انا متاكده الا شفتو الفيديو جربتو الوصفه غتعجبكم ان شاء الله. واحد اليومين نلوحو لكم، ونتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ونكون يعني فدتكم شويه، ونتلاقاو في فيديو جديد.